في الأول تحية كبيرة جداً لمصطفى محمد وطارق حامد اللي أثبتوا إنك لما تجري طول الوقت، لما تجري من غير كورة، لما تجري مهما كان مستواك، فده يقدر ينقذ فريقك من يوم صعب جداً زي اللي عاشه الزمالك مع ميدشو بسبب خطة أحمد حسام ميدو اللي هنشرحها في حلقة النهاردة من صبورة في الجول. ميدو، وخلينا نشرح المقصة باللون الأخضر، أضاف هاني سعيد على ثنائي الارتكاز خالد أوتشو وصلاح ريكو في وسط الملعب. كان الهدف الأساسي بتاع ميدو في أرض الملعب إنه يقفل المساحة دي بالكامل على الزمالك ويمنع شيكابالا، يمنع إمام عاشور، ويمنع زيزو من إن هم يستلموا كورة في المنطقة دي. وعشان هو عارف كويس قوي إن أهم نقطة بيعتمد عليها ميدشو مع الزمالك هي الانطلاقات بتاعت حمدي النجاز، وإن الأوفرلود الناحية اليمين، فحط عبدالله مجدي في الناحية دي علشان يرجع ويحول دفاع مصر المقصة لما يشبه ثلاثة، معاهم ثلاثة ارتكاز يخنقوا تماماً فريق الزمالك. شيكابالا حاول ان هو ياخد مثلاً صلاح ريكو ويطلع بيه برا الملعب فيفضي مساحة ويخلق مساحة هنا للزمالك، لكن مرة تانية الدور الأساسي اللي كان عنده عبدالله مجدي كان أكتر من رائع في قفل كل الزوايا وكل الثغرات اللي ممكن تظهر في دفاع مصر المقصة. إيه اللي حصل؟ وإيه اللي كان المفترض ميدشو يفكر فيه؟ والمساحة كانت باينة فين في أرض الملعب للي بيتفرج على الماتش من زاوية عالية شوية؟ كان هيلاقي إن كل ما الزمالك كان بيحاول يأوفرلود ويهاجم من ناحية اليمين كان لازم ينقل اللعب بمنتهى السرعة لعبدالله جمعة اللي المفترض كان يتحرك في المساحة دي، وبالتالي يبقى عبدالله جمعة رايح في موقف أقرب شوية لواحد على واحد ويقدر ساعتها ياخد مساندة من أي لاعب وسط الملعب علشان يكونوا 2-2 وتتظبط الموضوع. لكن تمريرات الزمالك في تغيير أرض الملعب كانت بطيئة جدا، وبالتالي ما قدرش إن هو يفك طلاسم دفاع مصر المقصة. أمال إزاي الزمالك قدر يكسب مصر المقصة؟ وليه أنا كنت بشكر طارق حامد ومصطفى محمد في أول الفيديو؟ أنا بشكر طارق حامد أولاً لأن الزمالك في كل مرة كان بيفقد فيها الكورة كان ممكن بمنتهى البساطة باولين فوافي اللي كان بيلعب قريب جداً مع عمرو مرعي، الاتنين دول يشكلوا حالة 2-2 في أرض الملعب على دفاع الزمالك لولا طارق حامد، واللي كان دايماً سابق في إن هو يقطع الكورة اللي بتتقطع بسرعة من الزمالك ويستردها مرة تانية لفرقته، وبالتالي ما حسيتش بأي خطورة من مصر المقصة وما حولتش حالة الدفاع إلى حالة هجمات مرتدة طول التسعين دقيقة تقريبا، أو خلينا نتكلم على طول الـ 45 دقيقة الأولى. ليه المقصة خسر الماتش؟ لأنه فقد أهم نقطة عنده، أنه بيلعب بطريقة دفاعية وبيلعب كومباكت والمساحات قريبة من بعض. لما تحول من الدفاع للحالة الهجومية اتكشفت عنده مشكلتين رئيسيتين. المشكلة الأولى هي هاني سعيد اللي كان موجود معنا في الكادر وزيزو معاه الكوره، لكن سنه ولياقته ما كانوش يسمحوا انهم يوقفوا زيزو من ان هو يخترق لحد منطقه الجزاء. النقطه الثانيه هي مصطفى محمد والحركه الدايمه والحركه بقوه والحركه بدون كوره، الحركه اللي بتخلق مساحه لزميلك مش لازم دايما تكون بتتحرك عشان تستلم الكوره، والجري اللي عمله مصطفى محمد كان ممكن ينتج عنه انه يستلم الكوره أو يحصل زي اللي حصل، ياخد معاه مدافع يفتحوا المساحة أكتر لزيزو علشان يتقدم يوصل عند حدود منطقة الجزاء ويسجل الهدف اللي ادى الزمالك 3 نقط مهمة جدا 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 في سباق الدوري، و3 نقط مهمين لسبب تاني انهم بيشتروا وقت لميتشو علشان خاطر اولا يوصل للخطة النموذجية، ودي اهم من انه يوصل للتشكيل المثالي. يمكن الروتيشن مهم لطول الموسم، لكن تثبيت الخطة في الاساس هو اللي ممكن يدي حالة من الهارموني ويدي تفاهم اكبر بين اللاعبين في ارض الملعب علشان خاطر بعد كده اي 11 لاعب ينزلوا يكونوا عارفين بالظبط واجباتهم، عارفين امتى يباصوا، امتى يحافظوا على الكورة، امتى يدافعوا، وامتى يتحركوا لبعض زي ما شفنا في الهدف بتاع مصطفى محمد وزيزو.